pas trop longtemps, parce qu'on a un peu tout ça. Bonsoir pour mon qualité. Describe briefly the main characteristics of practical OM. أول حاجة عايز إيه؟ موديل، تمام؟ فالموديل بتاعي يبقى كالآتي: فايل سيمبل، عندي مين انبوت وواحد اوت، طبعا الانفرتنج تيرمينال والنو انفرتنج تيرمينال، بيبقى ليه انبوت امبيدنس ده اعلى من الفايل، خلي السيجنال برضه characteristics لل practical op-amp. انه ليه طبعا هنا حطينا في اعتبارنا الـ input impedance، علشان نحط في اعتبارنا برضه الـ output impedance يبقى لازم نضيف هنا ايه؟ مقاومة، مش كده؟ ادي النيجاتيف بعد الجراوند، في هنا مقاومة اللي هي الـ R values اللي هي الـ output impedance. يبقى الـ practical op-amp الكاركترستكس بتاعته ان ليه انبوت امبيدنس وليه اوتبوت امبيدنس. دايما الانبوت امبيدنس بتكون هاي ار ان هاي، والار اوت بتكون ايه؟ لو. الرينج بتاع الارقام دي براكتيكالي الانبوت امبيدنس بيبقى في حدود 10 اس 9 تقريبا، والاوتبوت امبيدنس بتبقى في حدود 75 اوم. طيب السؤال الثاني بيقول draw a circuit diagram for an inverting amplifier using op amp. Drive the input output relation. بستخدم فيدباك ريزيستنس وفيدباك ريزيستور بالمنظر ده. طبعا في نقطة هنا نسينا نقولها، الجيم أصلا بتاع الأوبريشن أمبليفاير بكام؟ إيه دي؟ هاي برضه صح؟ وممكن أعتبره ما لا نهاية،
طب القيم دي قبل ما نروح للمحاري بس، القيم دي كده القيم تقريبا برضو بالنسبه لل اي بي 10 اس 7 تمام. طيب القيم دي لو انا بشتغل على ده براكتيكال اوبريشن امبليفاير، لو اتكلم على الاي دي اوبريشن امبليفاير هيبقى القيم دي كام؟ الار انبوت بنعتبرها في الحاله دي بايه؟ انفينيتي ما لا نهايه، بعتبر ان مفيش كارنت بيتسحب منها خالص. الار اوت بعتبرها كانها شورت سيركت زيرو، والجين بعتبره ان هو ايه؟ برضه ما لا نهايه. فلما اجي اطبق الكلام ده هنا هنلاقي ان الجين بتاع الاوبريشن لو انا مش حاطط فيدباك ريزيستور هيبقى القيمه دي انبوت دي هتنضرب في ما لا نهايه وتطلع في اوت. طبعا مفيش حاجه اسمها ما لا نهايه، هي هتوصل لحد معين ويحصل لها ايه؟ ساتوريشن عند تقريبا قيم الايه؟ باور سبلاي بتاعي. بس مثلا ان انا عندي الاوبريشن امبليفاير السبلاي بتاعه زائد 12 ناقص 12 وانا مدخل هنا انبوت سيجنال حتى لو 0.01 حتى لو 1 ملي فولت تمام؟ اداء اعلى من البوستيف ساعتها ايه اللي هيحصل؟ تبقى بوستيف سيجنال صغير بس هتتضرب في قيمه كبيره جدا. هتعمل ساتوريشن وبص الاقي الفي اوت بتوصل لكام؟ تقريبا في سي سي اللي هو 12 فولت. ده على الانفرتنج تيرمينال يبقى هيوصل لايه؟ نيجاتيف في سي سي. كذلك الفي انبوت لو نزل عن الجراوند بحاجه بسيطه حتى لو 1 ملي فولت بالنيجاتيف هيتضرب في النيجاتيف ويكبر ويبقى يوصل لكام؟ للبوستيف 12 فولت. عشان نعمل ليميتيشن للقصه دي فبنستخدم ايه؟ فيدباك ريزيستور. نعمل ادجستمنت للايه؟ للجين. طيب علشان نوجد المعادله بنعمل ايه؟ بنستخدم الموديل بس مش ده بقى الايديال اوبريشن امبليفاير. ان انا بعتبر ان مفيش كارنت بيعدي هنا خالص وده الاستنتاج الطبيعي من الار انبوت بزيرو ما لا نهايه تمام؟ يبقى مفيش كارنت كنترول هنا اكن بالظبط الاوب امبوت بالمنظر ده. وبعتبر كمان بعتبر ان الجين بتاعي ايه؟ بما لا نهايه. فما نيجي نحلل السيركت بالمنظر ده في نقطه ثانيه برضه الفي اوتبوت ادام احنا قايلين ان الاوب امب الجين بتاعه عالي تمام؟ يبقى اقدر اعتبر ان الجهد بتاع النقطتين دول متساوي. ليه؟ لما اعتبر ان ده بما لا نهايه جين والاوتبوت بتاعي وصل لقيمه ما هياش عامله ساتوريشن قيمه ديفاين فاليو تمام؟ مثلا 4 فولت ناقص 3 فولت حاجه بس ايه ما هياش الساتوريشن، يبقى معناها ان الانبوت بتاعي كان ايه؟ تقريبا زيرو، لان زيرو في ما لا نهايه هي اللي تدي ديفايند فاليو. فاهم قصدي ازاي؟ يعني الاوبريشن امبليفاير بيحافظ دايما على فرق الجهد بين الانبوت تيرمينالز بتوعه يكونوا ايه؟ تقريبا بزيرو. خلاص؟ فمع الفرضيتين دول هنبدا نحسب. يبقى النقطه دي اكنها جراوند، دي اللي بنسميها فيرتشوال جراوند. كانها جراوند لكن هي مش الجراوند طبعا. فبناء عليه لما نيجي نحلل الدايره هنشوف الكرنت اللي بيمر باتجاه ده هيبقى كام؟ اي تيكوال في انبوت اوفر ار. طيب واحنا فرضين ان مفيش كرنت هيعدي هنا هيكمل، يبقى اذا الكرنت ده اقدر اعتبر ان هو نفس الكرنت اللي بيمر فين؟ في المقام الثاني. خلاص؟ يبقى اذا البي اوت بي اوت كويس كام؟ تقدر تجيب اكن ده جراوند وبتحسب الكرنت ده، الكرنت ده عكس ده يبقى ناقص ممكن تتكيف كده ممكن كده برضه عادي ناقص اي تمام في ار اف صح كده؟ بقى نيجاتيف اي في ار اف. ما تيجي تقسم المعادلتين دول على بعض هنا في انبوت عباره عن ايه؟ اي في ار. يبقى اذا في اوت بتساوي ناقص ار اف في ار اللي هي في انبوت على يبقى هو ده ايه؟ الجيم بتاع الدكتور.
السالب ده هو جاي علشان في فرق بين الاشارتين. انا دلوقتي لما احسب بيه قوي، لو عايز احسب بيه قوي، النقطه دي قلنا تقريبا كام؟ يبقى اقول في قوي على ار اف اجيب القصر. بس طبعا بنوصل ار اف بالنيجاتيف تيرم، فيدباك يبقى نيجاتيف، ما ينفعش اعمل الفيدباك ده وهنا بوست. ليه؟ هيعمل لي بوست فيدباك، هيعمل اوسيليشن. احنا مش عايزين نعمل اوسيليشن، احنا عايزين نعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك عشان يعمل ستابيليتي ويزود لي ايه؟ يبقى الجين بتاعه ستيبل، قيمه ثابته، لكن لو بوست فيدباك هيعمل لي اوسيليشن. السؤال الثالث: درو سيركت دايجرام فور نان انفرتنج امبليفاير يوزنج اوب امب درايف ذا انبوت اوت بوت ريليشن شيب. يبقى نفس السؤال ده ولكن مع استخدام نان انفرتنج امبليفاير. طيب في حاله النان انفرتنج طبعا عشان تعمل درايفيشن للانبوت اوتبوت ريليشن شيب. يبقى هتعمل نفس الفاضل، يبقى مفيش كارنت بيوتر الاوبريشن امبليفاير، تمام؟ وان النقطه دي تقريبا هي نفس ايه؟ نفس جهد النقطه دي، يعني جهد ايه؟ تمام؟ يبقى دي تقريبا اعتبرنا ان هي دي انبوت، خلاص؟ يبقى اذا العلاقه بين الفي انبوت والفي اوتبوت بقى كانها بالظبط علاقه فولتج ديفايدر. احنا عندك مقاومتين تعمل فولتج ديفايدر، يعني هنقول ان الفي انبوت او يعني دي طريقه في التفكير، تمام؟ ان يبقى اقول في انبوت ايكوالز في اوت مضروب في ار واحد على ار واحد زائد ار اثنين. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا امشي بالطبيعة اقفل من الـ i، تمام؟ وبالتالي هيبقى نفس الكرنت اللي بيمر هنا بقى. ليه؟ لان يعني مفيش عندي كرنت بيدخل بالبريشر من الفرق، وابدا اشتغل على كده. فسواء الطريقه دي او الطريقه دي هنقول ادي في ام على في ام بيساوي r على احنا مهتمين بالايه؟ القيمة العكسية، يبقى في أول بتساوي أول واحد في الـ إنبوت على أول واحد، الكلام ده بيساوي واحد زائد أول واحد. الجين عندي عباره عن واحد زائد ار اتنين على ار واحد. طب لاحظوا حاجه قبل ما نخش في المساله اللي بعدها. الفيدباك ريزيستور واصله بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف؟ بالنيجاتيف. بالنيجاتيف برضه. زي ما بقول لكم هي القصه مش ايه؟
مش قصه ان انا بستخدم انفرتنج فحطت الفيدباك على الانفرتنج لا هنا برضه نفس الكلام انا عايز نوت انفرتنج ومع ذلك الفيدباك ريزيستور واقف فين؟ في الانفرتنج تيربل صح كده؟ ليه؟ علشان دايما استخدم نيجاتيف فيدباك خلاص؟ الحاجه الثانيه اللي تلاحظوها لو قارنتوا الرسمتين دول ببعض حد يقدر يلاحظ حاجه؟ الفي انبوت هو اللي اختلف بدل ما كان على البوست بقى نيجاتيف بالظبط كده هي نفس الرسم ولكن ايه اللي حصل؟ انا هنا كنت مدخل جراوند صح؟ اصبح الجراوند فين؟ بدل ما ادخل جراوند دخلت السيجنال اللي انا عايز اطبقه ده اول فرق طب الناحيه الثانيه بقى بدل ما كنت بدي هنا انبوت اديت هنا ايه؟ جراوند هي نفس الرسم ولكن خليت دي جرام ورحت مدخل هنا الانبوت بتاعي خلاص؟ ده الفرق طبعا الفرق في التوصيل وبينتج عنه فرق في ايه؟ في المعدل لكن الدايره نفسها ما اختلفتش هو مش مجرد ديفرنشيتور هتلاحظ هنا في ايه؟ في اشارة نيجاتيف صح؟ يبقى هو ما زال انفرتنج برضه يعني هو انفرتنج بس بيعمل ديفرنشيشن في نفس الوقت درو سيركت دياجرام
powerful and integrating amplifier using op amp. طب اسالك سؤال هنا غالي، لو انا الديفرنشيتور ده عايزه ما يبقاش فيه شرط النقط يعني، احد الحلول اعمل ايه؟ اقلل الدول؟ احط ال ما ينفعش اقلل الدول عشان قايل لكم لسه لو قلبت يبقى انا بجيب ايه؟ فيدباك على البوست، ما ينفعش فيدباك دايما عشان يبقى السيستم بتاعي ستيبل. اخلي الانبوت فولتج خلي زي هنا، خلي الانبوت على النقطة. صح، دي طريقة ان انا ادخل الانبوت بتاعي فوق، ادخل الانبوت بتاعي. الطريقة التانية لو انا عايز احتفظ بالرسمة دي، نقلب بقى المقاومة والمكسر. لو بدأنا مقاومة ومكسر فهيبقى انتجريتور اللي هنشوفه دلوقتي. لكن عامة ممكن اعمل ايه هنا؟ اضيف هنا ايه؟ انفرتنج امبليفاير بايه؟ بجين 1 صح؟ يعني اخلي الار اف والار بيساووا بعض تمام؟ وادخل هنا اكمل الرسم هنا مثلا بانفرتنج امبليفاير، احط هنا ار مسميين هنا ار اخلي ار 1 مثلا برضه نفس الكلام، بفترض الـ ID في Characteristics، أعتبر إن ده Virtual Ground برضه، يبقى إذا كرت برضه نفس الكلام، طبعا اي هتروح مع اي مش كده؟ ويبقى عندي هنا فيديو
سي سي مش مهندس يعني واحد على الاس سي ار مش سي اس ار هنا صح؟ لا برضو الارتر كله تحت واحد على الاس سي ار وبالنيجاتيف بقى differentiating ما هل يقصد انه بيجمع اشارة على اشارة تانية نيجاتيف؟ ثانية لا بس هو المفروض تبان يعني لا هو يعتبر سؤال مقرر لو فرضنا ان احنا عايزين نطرح اشارتين من بعض لو نعمل عملية سامينج يعني انتوا عندكم برضه في من ضمن الدوائر الاوبريشن امبليفاير ان انا اعمل سميشن لتو سيجنالز تمام؟ فهيبقى في عمليه دمج للاثنين اوب امب اللي درسناهم الانفرتنج والنون انفرتنج تقدر ان انت تدخل سيجنال على الانفرتنج امبليفاير هنا تخيل هنا ار وار تمام؟ ده الانفرتنج امبليفاير بدل ما يبقى البوست بتاعك عباره عن جراوند تقدر تدخل عليه كمان سيجنال يبقى تقدر ان انت تجمع تدخل سيجنال بتتضرب في المعادله بتاعتها عادي اللي هي واحد زائد نعملها مع بعض نفترض ان احنا عايزين ايه نعمل سامينج امبليفاير يبقى انا عايز عندي سيجنال بوست وسيجنال ايه يعني تعالوا نسميها V1 و V2 اوكي خلينا برضو نسميهم زي اللي استخدمناهم في المعادلة الثانية R1 خلي دي R1 ودي R2 نيجاتيف ار 2 على ار 1 في الفي 1 ايوه ناقص
تمام؟ لان بتقول في النهايه الايه؟ الانفرتنج امبليفاير زائد الفي اوتبوت 2 اللي هو نتيجه الفي 2 بس، يبقى ساعتها في 1 ايه؟ بزيرو. يبقى ساعتها ده نون انفرتنج امبليفاير، وتبقى العلاقه بتاعتي show how to get a triangular wave, and an approximated sine wave from a given square wave using op amp. Draw a circuit diagram and illustrate your idea. طيب، ايه الـ given اللي عندي؟ ان انا معايا square wave كده؟ انا عندي square wave، وعندي operational amplifier. عايز اجيب ساين ويف وترانجولار ويف. طيب ايه العلاقه الاول ما بين السكوير ويف والترانجولار ويف؟ اتفضل. لما تيجي تجيب الانتجريشن هيبقى الانتجريشن عامل ازاي؟ لحد هنا زيرو، انت عمال تجمع اصفار زيرو زي ما انت. اول ما توصل للايدج دي ها بتبدا ايه؟ تجمع الستريبس دي. خلاص؟ يبقى انت عمال ايه؟ تطلع لينير، عمال تزيد. اول ما توصل للتريننج ايدج تنزل تاني هيبقى عندك هنا زيرو، صح؟ مش المفروض تبدا من الاول؟ عند زيرو زيرو تبدا وتروح طالع. انت كانتجريتور شو هنا زيرو، انت عمال تجمع كل سنت يعني القيم زيرو 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 هي زيرو بتجمع اصفار بعد كده عمال تجمع قيم ثابته. تمام؟ فلما تجمع قيم ثابته هيديك ايه؟ هيبقى انت عمال تطلع كده. هتيجي عند نقطه بس احنا في حاجه بس عشان الموضوع يبان اكتر، علشان يدي ترانجولر فعلا يبقى لازم نفترض ان السكوير ويف باي بول بالمنظر ده عشان تديني العلاقه بتاعت ترانجولر مظبوط. تمام؟ فكل حكايه بس بدل ما هي مرفوعه دي سي لا هنزلها واخلي المنتصف بتاعها هو الدي سي. تمام؟ فساعتها بص الاقي اول ما اوصل للمرحله دي هبدا بقى ايه؟ اجمع قيم بالنيجاتيف فتبدا تنزل معايا السجن لحد ما اوصل للنقطه دي ارجع ارفع تاني فوق وهكذا. بس هي الفكره بقى الترانجولار ويف هتبقى بالمنظر ده ولا هتنزل تاني؟ تنزل لتحت مش كده؟ او هي هتيجي هنا عند الزيرو؟ لو السكوير ويف بتاعتي المساحه دي قد المساحه دي لو هما بيساووا بعض يبقى الحبه اللي جمعتهم وطلعت بيهم اطرحهم تاني في نهايه الايه؟ الفتره دي يبقى هنزل لزيرو. خلاص؟ يبقى السكوير ويف بتاعتي هتبقى
هتتحول لترانجولر بالمنظر ده. فده كده انتجريشن اللي هو تكامل الفي ده كده. طب الديفرنشيتور بالمره عشان يبقى الناس زي مراجعه كده، لو هتعمل تفاضل من الكبد اللي فوق ده ايه اللي هيحصل؟ ده ليه داري هتيجي في الكبد مفيش تغير صح؟ اول ما تيجي اللحظه دي هتلاقي تغير كبير جدا، طلعت فجاه عملت ستيب فانكشن صح؟ هتطلع كده. اول ما تيجي الناحيه الثانيه هتعمل ايه؟ امبلس الناحيه اللي تحت وهكذا. ده شكل ايه؟ الويف فورم لو انت هتعمل ديفرنشيشن. خلاص؟ طيب يبقى اذا الفكره دلوقتي احنا عندنا اوب امب. الاوب امب نقدر نحطه في الوضع ده نتحول لايه؟ لانتجريت. لما دخل على السكوير ويف هيديني ايه؟ ترانجولر ويف. خلاص؟ طيب ازاي نجيب الساين ويف؟ الساين ويف تيجي ازاي؟ السيجنال هنا اصبحت ايه؟ ترانجل كده؟ زائد ان احنا ممكن ناخد السيجنال دي بعد السكوير ويف وندخلها على طيب في نقطة علشان اعمل عملية اخلص من اللودينج افكت تمام؟ فممكن ان احنا نستخدم بفر احيانا فممكن تحط بفر هنا عشان لما تدخل على الفلتر تمام ما يحصلش تأثير. Thank you.
بتدخل الكلام ده على لو باس فلتر تمام. فلو باس فلتر يبقى انت تعمل ثاني باس ثاني ايه تظبط بقى الار والسي بحيث ان هم يتناسبوا مع الفريكوانسي بحيث تطلع ايه يعني ايه يتناسب معاك. تعالى انا في قيم ار في سي تديك ايه تاو مش كده؟ التاو دي تظبطها بحيث تتناسب مع التي كابيتال اللي هي البيريود بتاعت السيجنال بحيث ان انت تقص بس الهاي فريكوانسي الكومبوننتس تشيلها ويتبقى لك اللو في اللو باس فلتر يطلع لك الفاندمنتال فريكوانسي بس ايه ساين ويف ده هنا تقريبا. شكل السيجنال قبل اللو باس فلتر شكلها عامل ازاي؟ مش مفروض تتعكس طالما هنا انفيرتنج يعني. مقلوب هي بس القصه في ايه؟ في ان انت ممكن بالفلتر تاخد السكوير ويف وتحولها لايه؟ لصالح. تقدر تستخدمه ايه؟
جنريتور زي سكوير ويف جنريتور صح؟ يبقى نقدر نحط هتلاحظ ايه؟ ان اصبح الفيدباك دلوقتي على مين؟ الوسط. البوست ده كده الهدف منه ايه؟ ان هو يشتغل ادام بوست فيدباك، يبقى انا مش قاصد بيه ستابيليتي جيم والكلام ده، قاصد بيه اوسيليشن الاصل. فده عشان كده بيعمل لي اوسيليشن. طيب هتبص تلاقي ان انت بيستخدم ككومبارتور بيقارن الفاليو بتاعت الفي بلس بالفي ماينس، تمام؟ وبناء عليه بيطلع لي ايه؟ الفي اوت. فلو الفي انبوت بتاعك اقل من القيمه اللي موجوده هنا على الفي بلس، اقل، فيديني بوستيف اوت. البوستيف اوت رغم غير لي قيمه الايه؟ الفي بلس. يبقى انا اصبح المقارنه بتاعتي في كل مره هيختلف الاوتبوت مع الانبوت حسب الاوتبوت القديم كان ايه؟ تمام؟ وانا طالع بالسيجنال لازم اعدي تريجر ليفل معين، وانا نازل لازم اعدي تريجر ليفل تاني. يعني ايه؟ ادي السيجنال بتاعتي. طيب طبعا الاوتبوت هيبقى يتراوح من كام لكام؟ استمرار. الاوتبوت هنا ليه قيمتين بس، يا في سي سي يا نيجاتيف في سي سي بالتقريب، لان هو على طول ساتيوريتد في البوستيف او في النيجاتيف. وده ليه؟ لان الجين بتاعي بما لا نهايه، مش كده؟ فيبقى عندي الاف سيجنال، انا مش هبدا بالزيرو بس عشان نبين الحته دي. في بلس ده الفي اوت، تمام؟ فبيتراوح من في سي سي اللي هو الساتوريشن ونيجاتيف في سي سي. فهتبص تلاقي امتى الاوتبوت يعدي ويديك بوستيف ساتوريشن؟ بيعمل بوست اوف ساتوريشن امتى؟ لما اشاره الانبوت تكون اقل من الايه؟ الفي بلس، مش كده؟ فعندك قيمتين للفي بلس، قيمه لما يكون الفي اوتبوت بفي سي سي، وقيمه لما يكون الفي اوتبوت بنايس بي سي سي، صح كده؟ القيمتين دول هما اللي بنقول عليهم الثريشولد فولتج. لو نقدر نوضحهم هنا، ادي في انبوت عندك قيمة ثريشولد، قيمة فوق وقيمة تحت. خلينا نسميهم في ال وفي اتش، ماشي؟ السيجنال بتاعتي أول ما تعلى عندي أنا بدخل الانبوت على النيجاتيف، صح؟ طيب إمتى يديني في سي سي؟ البي أوت يديني في سي سي؟ لما في نيجاتيف تكون اقل من البي بلس، مش كده؟ البي بلس لما يبقى لو، يعني اول ما انزل هنا عن القيمه اللو دي هيديني طبعا السيجنال بتاعتي ممكن يبقى فيها نويز عالي، ممكن يبقى فيها نويز. اول ما انزل عن البي ال يقوم يديني تي سي سي، وساعتها اصبح المقارنه مع البي اتش، هتبقى المقارنه بعد كده مع البي اتش. السيجنال مش هتطلع تاني الا لما اقطع ايه؟ اقطع البي اتش. اول ما اقطع البي اتش ابص الاقي ايه؟ السيجنال نزلت من ناقص بي سي واصبح بيقارن مع الفي لو، وهكذا. يبقى السيجنال بتاعتي ممكن تبقى فيها الليفل بتاعي، هي فكره الشميت تريجر، ان الليفل بتاعي اللي بقارن بيه بيتغير باستمرار. يعني مرة بقارن مع الفي ال ومرة بقارن مع الفي اتش. لما الانبوت بتاعي ينزل عن الفي لو يبدأ يديني ايه؟ بوست في سي سي. لو انا بعدها على طول تفاءل ان في نويز، نكبر بس دي كده شوية عشان تبان. لو انا نزلت عن الفي ال اهو وفي نويز، فالنويز ممكن ايه؟ السيجنال تطلع تاني منه فوق الفي ال. لا هو خلاص مش هيتأثر بالنويز دي. ليه؟ لأن وانس ان هو نزل عن الفي ال مره اصبح بيقارن مع في اتش، هو
في سي سي الثانيه في سي نيجاتيف واصبح بيقارن مع في ال مره ثانيه. فانا لو في نويز عندي برضه مفيش مشكله، مش هيغير حالته من نيجاتيف في سي بوست في سي مره ثانيه الا لما انزل عن ال في لو. تمام، فدي فكره الشمالت رجل. بنجيبهم منين؟ نستنتجه بالعلاقه دي. خلي في اوت مره بفي سي سي تمام؟ ومره بنيجاتيف في سي سي ونشوف النقطه دي الفولت بتاعها كام؟ مره يديني في اللي انا مسميها هنا في اتش ومره يديني في ال. طبعا في اتش هتبقى طبعا هنا ايه؟ عندي في ريفرنس وعندي هنا في اوت صح؟ اعملها ازاي؟ احسب النقطه دي ازاي؟ السوبر بوزيشن مش كده يا شباب؟ السوبر بوزيشن مره خلي في ريفرنس بزيرو واحسب النقطه دي بمعلومات في اوت، ومره اخلي في اوت بزيرو واحسب النقطه دي كايه؟ من الفي ريفرنس. بتجمع الاثنين مع بعض هيديك قيمه الانبوت الفولتج بتاع البوستيف نون انفرتنج تيرمينال اللي ببدا ان انا اقارن بيها الكومباراتور بيشتغل عليها. طيب ايه فكره بقى ان انا اطلع سكوير ويف من الشمال تريجر؟ بمنتهى البساطه تقدر ان انت تعمل الحركه دي ازاي؟ انت عندك هنا سكوير ويف عمال يتغير مش كده؟ تقدر ان انت تاخد الاوتبوت ده تعمل بيه فيدباك بالمنظر ده، حط هنا مقاومه وتخلي ده هو الانبوت. ليه بقى؟ نقولها بسرعه كده ونقفل في السكشن. الفي اوت مش هنا بتبقى عندك مره في سي سي ومره نيجاتيف في سي. لما تبقى في سي سي ايه اللي هيحصل؟ النقطه دي هيبقى الويف فورم بتاعها عامل ازاي؟ المكثف هيبدا يشحن صح؟ في البدايه فيشحن كده، فهو بيشحن هو عايز يطلع للفي سي سي بس وهو طالع هيقوم ايه؟ معدي الفي اتش. فاول ما عدى الفي اتش هيبقى ايه؟ قال تاني لان الفي اوت هيقفل النيجاتيف في السي هيبدا بس بايه؟ يعمل ديس تشارج وعايز يوصل للناقص في السي. بس انت كده يطلع تاني اول ما يبقى هو ما بين الفي اس والفي اس عمال ايه؟ يتارجح كده بين منحنيات شحن وتفريغ المكثف. تمام؟ القيم دي الصوت بعد اذنكم في اتش وفي ام هما دول القيم اللي بنقول عليهم ايه؟ بيستنتجوا من القيم في اوت لما تبقى مره بوست في سي ومره نيجاتيف في سي اللي هي النون انفرتنج تيرمينال المقارن بيها. بعد كده قيمه المكثف مع المقاومه هي اللي بتحدد الشحن والتفريغ بيبقى ايه؟ بياخد زمن قد ايه؟ تمام؟ فبناء عليه الانبوت بتاعي هيقعد يعمل اوسيليشن بالمنظر ده. الاوسيليشن دي لو الار سي قيمتها انا واخد بالي منها اقدر اعمل الديزاين بتاعها بحيث انها تبقى مفروده قوي مش هيبان فيها الكيرف ده. تمام؟ هيبقى ساعتها اكنها ايه؟ ترانجولر ويف. يبقى دي اقدر اعتبرها ترانجولر، دي اقدر اعتبرها تقريبيا ترانجولر. ونخلي ساعتها يبقى ايه؟ سكوير ويف. يبقى مع فكره الشمال تريجر فيدباك ار وسي اقدر ان انا اطلع اثنين ويف فورم ابروكسيميتد ترانجولر ويف فورم وايه؟ وسكوير ويف فورم.